أهلا بيكم يا أصحابي في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. رحلتنا النهاردة هنحكي فيها حكاية جديدة، هنتعرف فيها على تامر وعلى بطل التاني بتاع القصة مع تامر، وهو الفار. إيه حكاية تامر مع الفار؟ بتبدأ حكايتنا يا أصحابي وتامر في السينما بيتفرج على فيلم. كل أسبوع تامر بيروح مع بابا ومامته السينما يتفرج على فيلم. الفيلم المرة دي كان بطله ولد جميل شاطر، وكان الولد ده عايش معاه في البيت فار بيساعده وبيعمله مغامرات وبيعمله ألعاب حلوة قوي، ودايماً الفار بيساعد صاحبه في الفيلم. تامر بيتفرج على الفيلم، قال لبابا: يا بابا أنا عايز يبقى عندي فار زي الولد اللي في الفيلم ده. بابا هيوافق؟ لا لا. بابا قال له: فار يا تامر إزاي؟ أنت معقول هتعيش مع فار في البيت؟ هتخاف. تامر يقول له: لا يا بابا مش هخاف، انت مش شايف الولد بطل الفيلم فرحان ومصاحب الفار؟ بابا يقول له: ده بس في السينما، لكن في الحقيقه مش كده. مين اللي كان قاعد سامع كلام تامر مع بابا تحت كرسي تامر؟ اكيد الفار. الفار. الفار هو كمان يقول لبابا: يا بابا انا عايز اروح اعيش في بيت مع ولد زي الولد اللي في الفيلم ده. بابا الفار يقول له: لا طبعا مش هينفع. يقول له: ليه؟ كل الأولاد لما بيتفرجوا عليا في السينما بيبقوا مبسوطين مني، وكمان كتير منهم بشوفهم لابسين على اللبس بتاعهم جدي ميكي، يعني بيحبوني. بابا يقول له: بس بيربوا في الحقيقة توم مش جيري. لا يا بابا بيحبوني. بابا يقول له: بيحبوك بس في السينما، لكن في الحقيقة لا لا، ده بيضربوك. تفتكروا بقى تامر هيسمع كلام بابا؟ والفار هو كمان هيسمع كلام بابا؟ الفار قال: أنا وتامر بنفكر زي بعض، أنا وتامر عندنا نفس الأمنية إن إحنا نعيش مع بعض، بس أنا عندي فكرة ولازم هنفذها. يا ترى إيه الفكرة بقى اللي هتعملها يا فار؟ إيه الفكرة اللي هيعملها الفار؟ هيروح يعيش مع تامر. يعيش في أوضته مثلا معاه. هيروح يعيش مع تامر، صحابي قالوا كده. فعلا يا أصحابي، تامر استنى لما الفيلم خلص وخد شنطته وراح البيت مع بابا ومامته. وصل البيت، دخل اوضته، حط الشنطه على الارض، لقى مين اللي طلع منها؟ الفار. الفار بيقول له: ايه رايك يا تامر؟ ايه المفاجاه اللي انا عملتها لك؟ مش انت كان نفسك يعيش معاك في البيت فار؟ انا كمان كان نفسي اعيش مع ولد في البيت، واديني حققت لك وحققت لنفسي كمان الامنيه. تامر بقى هيعمل ايه؟ هيخاف ولا هيتبسط؟ هيتبسط. يا ماما يا بابا، فار فار. ماما وبابا جم بسرعة: فين الفار ده يا تامر؟ الفار أول ما سمع تامر بيصرخ بسرعة بسرعة جري تحت سرير تامر. لقى إيه بقى استخبى فيه؟ لقى فردة كوتشي واحدة تحت السرير. فين بقى الفردة التانية؟ ما نعرفش. الفار هو كمان قال: الله، ده تامر خاف مني، تامر ما اتبسطش. الله، تامر مش زي الولد اللي كان في الفيلم. الولد اللي كان في الفيلم كان بيحب الفار اللي كان معاه، لكن تامر اهو خاف مني. بابا وماما قعدوا يدوروا على الفار في كل حته، وشباك اوضه تامر كان مفتوح. قالوا له: يبقى الفار خرج من الشباك، او يمكن يا تامر انت بيتهيأ لك، لانك طول الفيلم كنت مركز مع الفار ومبسوط من الفار ونفسك يبقى عندك في البيت فار. تامر نام وقال: فعلا يمكن انا الفار اللي شفته جري بسرعة وخرج من الشباك. نام تامر من هنا، والفار طلع منين؟ من الشباك، من تحت السرير، وعجم يتفرج على الأوضة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أوضة تامر مالها عاملة كده؟ منكوشة، والمكتب عليه ورق الحلويات، وفوقه الكراريس والأقلام والكتب، واللعب في كل حتة، والكوتشي فردة في حتة وفردة تحت السرير، وكمان الهدوم فوق بعضها. الأوض اللي بشوفها في السينما للأطفال أوض مرتبة، مين فيكم بقى أوضته مرتبة؟ أنا. مين بيرتب أوضته؟ أنا. طيب خلاص، يعني الفار لو جه عندكم هيتبسط ولا هيزعل؟ هيتبسط. ولا ما يجيش خالص؟ لا يجيش خالص. الفار فضل يفكر ويقول: طب أنا أعمل إيه؟ أستنى ولا أروح؟ فكر شوية وقال: لا أنا هستنى، بس من غير ما تامر يعرف إن أنا موجود معاه في البيت. صحي تامر الصبح من النوم وبدأ يستعد عشان يروح المدرسة. الفار لقى شنطة تامر مش مرتبة، وفي كده في الشنطة في جيب واضح إن تامر مش بيفتحه خالص.
بسرعه بسرعه الفار دخل جوه شنطه المدرسه بقى بتاعت مين؟ تامر. راحت تامر، خد تامر شنطته وراح المدرسه. قعد اول حصه، تاني حصه، بعد كده جت ايه؟ الفسحه، البريك. نزل تامر بسرعه واول حاجه عملها خد المصروف وراح يشتري حلويات. الفار زعل، ماما عامله سندوتشات حلوه قوي يا تامر، ليه ما اكلتهاش؟ روح تامر البيت زي كل يوم، ماما سالته: كلت السندوتشات يا تامر؟ تامر قال لها: لا يا ماما، بكره هاكلها. احنا بناكل السندوتشات؟ بناكل. ولا بنسيبها ونجيب حلويات؟ لا بناكلها. ناكلها، وممكن ناكل شويه حلويات صغيره، او ناكل فاكهه، او ناكل خضار، او ناكل الحاجات المهمه لصحتنا. لكن تامر كل يوم مش بياكل سندوتشات ويجيب حلويات. الفار خلى تامر نام وعمل ايه تفتكروا في جيب الشنطه؟ شال منها ايه؟ الحلويات. ايه اللي بيبقى في جيب الشنطه تامر بيشتري بيه الحلويات؟ المصروف. المصروف. الفار دخل جوه الشنطه وطلع المصروف حطه في الحصاله اللي على مكتب مين؟ تامر. راح تامر المدرسه وجا البريك وهو جعان، يدور على المصروف مش لاقي المصروف. اعمل ايه؟ خلاص زي بعضه المرة دي هجرب واكل السندوتشات. الله، دي طعمها جميل قوي، دي ماما كانت بتعمل سندوتشات حلوة بس أنا عمري ما فكرت أكلها. يا تامر، أول مرة تاكل السندوتشات واكتشفت إن ماما كل يوم كانت بتعمل لك كل الحاجات اللي بتحبها وتديها لك معاك في المدرسة بس أنت عمرك ما أكلتها. لا. تامر روح البيت، ماما بقى هتعمل إيه؟ هتسأل. هتبقى مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ مبسوطة. عشان ايه مبسوطة؟ عشان تامر اكل السندوتشات. ايه ده يا تامر؟ انا مبسوطة منك خالص، انت اول مرة تاكل السندوتشات بتاعتك، عشان كده انا هجيب لك حاجة حلوة. يا سلام، ماما كانت مبسوطة وتامر هو كمان كان مبسوط. مين كمان اللي كان مبسوط؟ الفار. الفار كمان كان مبسوط لانه شاف ان تامر اتصرف صح. صحيح هو ما اتصرفش من نفسه يعني، بس اكل السندوتشات وبعد كده كل يوم اكيد هياكلها لانها عجبته وحس ان ماما عاملاها لانها كل الحاجات اللي في السندوتشات هو بيحبها. مر يوم واتنين والفار كل يوم يرتب شويه اوضه تامر وتامر نايم، شويه يرتب الاوضه يلاقي الفلوس واقعه في الارض يحطها فين؟ على مكتب تامر. حصاله. الحصاله. قرب يوم الامتحان، بابا تامر قال له: يا تامر، أنا عارف إنك بتحب تلعب على البلاي ستيشن، بس نص ساعة بس وتذاكر. تامر قعد يلعب، النص ساعة عدت، بقت ساعة وهو عمال يلعب، والفار ورا باب الأوضة مستخبي بيتفرج ويقول: يا تامر أنت شاطر، أنت ذكي، يلا بقى سيب البلاي ستيشن وقوم ذاكر، الامتحان قرب يا تامر. تامر ساب البلاي ستيشن قام ذاكر؟ لا. شوية وتامر حس إنه عطشان، راح المطبخ يشرب. عمل ايه الفار بقى؟ قطع سلك البلاي ستيشن. صح، قطع سلك البلاي ستيشن. جه تامر يلعب، البلاي ستيشن اشتغل؟ لا ما اشتغلش. تامر خاف يقول لباباه لان باباه هيقول له: هو انت كنت طول الوقت ده يا تامر قاعد بتلعب؟ يعني انت ما سمعتش كلامي. سكت تامر وقال: خلاص هنام بقى. وأول مرة تامر ينام بدري ويقوم بدري نشيط لأنه نام بدري. راح المدرسة وهو نشيط ومبسوط إن هو كده إيه بيجاوب صح في الامتحان لأنه نام بدري وصحي نشيط، ومش زي كل يوم قايم تعبان وزهقان ومش عايز يتحرك من السرير. طبعاً لما تامر حل كويس في الامتحان جاب نمرة حلوة، مين اللي هيتبسط منه؟ بابا وماما ومين؟ الفار. والفار كمان. يعني كل شويه الفار بيعمل حاجه يساعد بيها تامر. تامر كان عارف؟ لا. كان واخد باله ان الفار في البيت؟ لا. حتى ماما لما كانت بتخش اوضه تامر وتلاقيها مترتبه كانت بتفتكر مين اللي رتبها؟ تامر. وتامر لما كان يرجع من المدرسه ويلاقي الاوضه مترتبه ونظيفه وكل حاجه فيها في مكانها مظبوطه يفتكر مين اللي عملتها؟ ماما. بس في الحقيقه مين اللي كان بيعمل؟ الفار. الفار كان بيحب تامر وعايز ماما دايما تبقى مبسوطه من تامر، وبيعمل كل حاجه صح يخلي ماما دايما مبسوطه وفخوره بيه. جه يوم كلنا بنستناه، يوم بنقول لشخصيه بنحبها جدا وحد بنحبه قوي 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 كل سنه وهي طيبه،
لأن هي دايماً معانا ودايماً بتعمل لنا كل حاجة حلوة، وأكتر حد بيحبنا وبيخاف علينا في الدنيا هو مين؟ ماما. جه يوم عيد الأم، كل سنة في عيد الأم تامر كان يبص في الحصالة يلاقيها فاضية، يقول الله أنا كان معايا فلوس كتير راحت فين؟ تفتكروا بقى الفلوس دي كانت بتروح فين؟ الفرقة بياكلها وبياكلها. كانت بتروح شوية في الحلويات وشوية تانية كانت موجودة فين؟ في الحصالة، وشوية واقعة في أرض الأوضة. مين اللي لم الفلوس كلها وحطها في الحصالة؟ الفار. الله، ده أنا معايا فلوس في الحصالة. تامر قال أنا أول مرة ألاقي فلوس في الحصالة كتير. كان فرحان جداً، خد الفلوس وراح اشترى لماما كارت جميل ووردة حلوة، كتب لها كلمة جميلة وقدمها لماما. يا سلام، ماما كانت فرحانة جداً السنة دي بتامر. إيه تامر المفاجأة الحلوة دي؟ وكتب لي كمان كلمة حلوة في الكارت وجيب لي الورد اللي أنا بحبه. طبعاً أنت ماما ولازم أحتفل بيكي في اليوم ده، ولازم كلنا في يوم عيد الأم نقول لماما كل سنة وأنت طيبة يا ماما، ونجيب لها هدية. مش مهم الهدية تبقى غالية، المهم أن تكون حاجة بتعبر عن حبنا ليها. يوم ورا يوم، وتامر كل شوية بيعمل حاجات حلوة تتبسط ماما منه، يتبسط بابا منه، ويبقى شاطر في المدرسة. وفي يوم من الأيام أما تامر خلاص أخذ الأجازة، سكت الفار وقال أنا لازم خلاص أرجع لبابا والماما، وأرجع للسينما اللي أنا اتولدت وعشت فيها. صحيح تامر ما يعرفش إن أنا كنت معاه طول الرحلة دي، هو اتبسط إنه بقى أحسن، وأنا اتبسطت إن أنا خليت تامر بشوية حاجات صغيرة بقى أحسن. بس كمان أنا اتعلمت حاجة مهمة جداً جداً جداً، إن مش كل حاجة هشوفها على الشاشة هصدقها، إن الأفلام اللي بنشوفها حاجة والحقيقة حاجة تانية. ممكن أشوف حاجات وأبقى مبسوط بيها وأبقى نفسي إن أنا أعمل زي البطل ده، بس في الحقيقة كل ده تمثيل، كل ده مش حقيقي. فدايماً ما نقولش إحنا عايزين نبقى زي البطل ده، عايزين نبقى عندنا اللعبة دي، عايزين نعمل زي اللي إحنا شفناه ده، لأن الحقيقة حاجة واللي بنشوفه على الشاشة حاجة تانية. أصحابي، دي كانت النهاردة حكايتنا مع الفار ومع تامر. يا ترى بقى إيه اللي عجبنا النهاردة في قصتنا؟ إن الفار بيساعد تامر. الفار بيساعد تامر، وان تامر افتكر مامته وجاب لها هديه في عيد الام. حلو قوي. وكمان تامر ما جابش حاجات كتيره عشان توجع له سنينه، وجاب حاجات مفيده. صحابي قالوا الحقيقه حاجات كلها مهمه وكلها مفيده، واتمنى ان كل اصحابي يكونوا بيعملوا كل الحاجات اللي تامر بدا يعملها، ودايما يبقوا مبسوطين ان هم بيخلوا بابا وماما مبسوطين منهم وفرحانين، وكمان كل الناس اللي بتحبهم يشوفوهم دايماً بيتصرفوا تصرفات جميلة. وأتمنى إن دايماً مش كل حاجة نشوفها على الشاشة نصدقها، أفلام كتير بنتفرج عليها، لعب كتير بنشوفها، بس مش كل اللي بنشوفه على الشاشة حقيقي ونتمنى إن إحنا نعمله ونقلده. أصحابي، دي كانت قصتنا النهاردة فار في بيت تامر، وأشوفكوا في رحلة جديدة سعيدة وقصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماحة.